السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قبس إنفو، حيث نقدم حلولا تقنية وشروحات للبرامج، شؤون إدارية جزائرية، مسابقات التوظيف، ومعلومات حول الأجور والزيادات والتقاعد. كي تستفيد من كل هذه المعلومات واشترك الآن في قناتنا على اليوتيوب قبس إنفو. في هذا الفيديو سوف نتكلم على طريقة مهمة لتقليل الحجم أو لحذف الملفات الغير مستخدمة تماما في ويندوز، وتخفيف حجم الملفات في السي، يعني حيث تثبت الويندوز. سنستخدم في هذا الشرح برنامج سي كلينير. تلاحظون أن حجم الفراغ هو 3.65 جيجا، ونحن نحتاج إلى الحجم هذا. كل مكان أكثر، كل مكان ويندوز يشتغل أحسن، كل مكان إرسال الملفات واستقبالها يكون بشكل أفضل. إذن الخطوة ما هي؟ نذهب إلى Registry ثم نقوم بعمل سكان، حيث سيقوم بالبحث عن الملفات الإضافية أو التي لا يستخدمها الويندوز. نقوم بالضغط على Review Selected ثم نضغط كما تشاهدون الآن. نقوم بالتحديث، كانت 3.65 الآن 3.67. نذهب إلى Custom Clean، نذهب إلى الأداة الثانية في البرنامج، نقوم بعمل سكان. لا ننسى أن نغلق كل المتصفحات في الجهاز. نقوم بتشغيل تنظيف، يتم الآن التنظيف. الآن تم الانتهاء، نقوم بتحديث الصفحة. تلاحظون الآن صارت 8.15 جيجا، يعني صارت لديك مساحة أكبر جدا. نتمنى أن يكون الشرح واضح. نلتقي في مقطع آخر. السلام عليكم.